الشمال الغربي للتعاون بين الجماعات. اليوم كان عندنا لقاء حول دور النساء المنتخبات في تتبع قضايا التنمية. هذا اللقاء منظم من طرف فامسي ومنظمة فيدرالية أنمار بشراكة مع المديرية العامة للجامعات الترابية. هذا اللقاء جد مهم لأن يضم مجموعة من المنتخبات اللواتي يشتغلن جنبا إلى جنب على مجموعة من القضايا التي تهم مقاربة النوع والمساواة. وهذه المجموعات تشتغل على في تونس، في المغرب وتونس وموريتانيا والأندلس. الهدف من هذا اللقاء هو تطوير هذه المجموعة للعمل أكثر من أجل حقوق المرأة ومن أجل تفعيل الدور السياسي للمرأة على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني. لذلك نتقدم بجزيل الشكر لمنظمة أنمار ولفامسي ولجميع الشركاء الذين أسهموا في نجاح هذا اللقاء، وشكرا. الاسم ديالي إبراهيم الناصري، منسق فيدرالية أنمار جماعة وممثل صندوق الأندلسي البلدية فامسي. باسم رئيس فيدرالية وباسم صندوق فامسي كنشكر جماعة تطوان باسم الدكتورة نرجس الخريب وباسم الأستاذة قمر شقور اللي قاموا بهذا تنظيم هذا اللقاء اليوم، اللي هو كيعلن على التقاسم والتبادل التجاري اللي هما كسبوها معنا في المشروع مع فيدرالية أنمار، والزيارة اللي قاموا بها في الأندلس والخبرات اللي كسبوها وعرضوها على جميع السياسيات والمنتخبات اللي حاضرين معنا في اللقاء اللي هما كيمثلوا الجهات الفرنسية. كي كتشوف هذه الورشة دي كان حضور مقتدي المنتخبات النسوية بتراب الجهة، وما هي الإضافة اللي تعطي هذه الورشة؟ الحمد لله الحضور كان مكثف، زعما كانوا حاضرين مختلف الفئات السياسيات من مختلف الجامعات، وكان فيهم اصغر رئيس الجامعه المعظم بيترا بالمغرب، بحضور اصغر رئيس الجامعه اللي هو الاستاذ بن صبح اللي هو رئيس جامعه زاويه سيدي قاسم امس، وطبعا شرفتنا بالحضور ديالها. وكنظن اشعاع هذا التبادل الخبرات والتعاون انتشر في الجامعات كله بالنسبه لكيفاش في دار الموضوع المساواه والتكافؤ في المجال السياسي. شكرا سير.